السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من العاشرة، ونخصصها للحديث عن دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون للمؤتمر الوطني العام لتسمية ممثلين عنه للمشاركة في مباحثات المسار الأمني، وتصريحات عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة حول تأخر المسار الأمني وما قد يسببه من عراقيل للحكومة القادمة. يأتي ذلك في وقت لم يحسم فيه المؤتمر الوطني في بعد مشاركته أو مشاركة وفده في جولة صخيرات القادمة. فما هو واقع المسار الأمني وما مدى أهميته في دعم حكومة الوفاق القادمة؟ وما تأثير تصريحات بعيرة على جولة صخيرات هذا الأسبوع وعلى باقي المسارات؟ وهل التفاؤل الذي جرى تسجيله عقب جولة جنيف ينسجم فعليا مع مواقف الأطراف وتحديات المرحلة؟ نناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفنا في عاشرة الليلة عبر سكايب من القاهرة، المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي، وعبر الهاتف من تونس الخبير الجيوستراتيجي غازي معلا، وعبر سكايب من باريس الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل. أرحب بكم جميعا وأدعوكم ضيوفنا والسادة المشاهدين لمتابعة هذا التقرير، ثم نبدأ حوارنا. قبل أيام من انطلاق جولة جديدة من الحوار السياسي في مدينة صخيرات المغربية، أكد مستشار فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشح أن البعثة طلبت من المؤتمر تسمية ممثلين من أجل المشاركة في اجتماعات المسار الأمني. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في رسالة وجهها إلى فريق الحوار بالمؤتمر الوطني أن البعثة تتطلع إلى أن يقوم المؤتمر بتسمية ممثلين للمسار الأمني في أقرب فرصة ممكنة لتمكين البعثة من إطلاق أعمال المسار. دعا ليون إلى عقد هذا اللقاء الأربعاء في طرابلس لبحث الترتيبات الأمنية التي سيتم تطبيقها بالموازاة مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وكان رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين قد أكد في رسالة سابقة إلى البعثة أن عقد أي اجتماعات أمنية دون إذن وترتيبات مسبقة مع المؤتمر هي خارج الشرعية. على صعيد آخر، قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن هناك تأخرا كبيرا في المسار الأمني ما قد يعرقل تشكيل الحكومة المقبلة وأدائها، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني هو من يزيد أوضاع البلاد تشرذما في ظل تمسكه بطلباته غير الواقعية حسب وصفه. بعيرة أكد في تدوينة له أن السبب الرئيسي الذي دفع بمجلس النواب إلى قبول التحاور مع المؤتمر الوطني هو سيطرته على جزء من البلاد، موضحا أنه من الصعب جدا إحداث تغيير في المسودة النهائية بسبب عدم شرعية المؤتمر أمام الليبيين وفق تعبيره. تأتي هذه التطورات وسط غياب تأكيد بأن المؤتمر الوطني سيكون حاضرا في جولة صخيرات. فقد أفاد عضو المؤتمر محمود عبد العزيز بأن فريقهم المفاوض سيشارك في محطة الحوار القادمة في حال تلقى ما أسماه ردا إيجابيا من قبل بعثة الأمم المتحدة بشأن تعديلاتهم. أبدأ معك سيد جيدل، باعتبارك باحث متخصص في الشؤون الليبية، كيف تقيم توجه البعثة الأممية لإطلاق أعمال المسار الأمني في هذه المرحلة من مراحل الحوار تحديدا؟ دعوة البعثة الأمم لمناقشة المسار الأمني، معنى ذلك أننا قد أنهينا نظريا، قد تم الانتهاء من جميع نقاط الخلاف التي كانت بين المؤتمر وبين البرلمان، وهذا الملف الشائك قد أخر إلى هذه المرحلة، وبالتالي يمكن أن نكون متفائلين بأن مطالب المؤتمر قد تمت تلبيتها، وأن المؤتمر ما عليه إلا أن يكون حاضرا في صخيرات طبعا إذا تم قبول رسميا مطالبه. إذا مناقشة المسائل الترتيبات الأمنية معنى ذلك أننا تجاوزنا العقد التي تمنع الليبيين من أن يصلوا إلى اتفاق. طيب سيد معلا، من جانبك كيف تقرأ دعوة البعثة الأممية أطراف الحوار
للبدء في بحث المسار الأمني في أسرع وقت ممكن؟ الملف الامني او الملحق الامني للمسوده الاتفاق الليبي هي من اهم الملحقات يعني، وهذا امر طبيعي لانه اذا توصل الاطراف المتحاورون في التحريرات او في جنيف الى تكوين حكومه وحده وطنيه او حكومه توافق وطني، لابد لها من ترتيبات امنيه على الارض، ولا كيف سيكون لها ان تحكم، كيف سيكون لها ان تسيطر على الارض. لذلك اعتقد انه من الناحيه المنهجيه حتى بالنسبه للامم المتحده كان الخوف بغمار الملف الامني متاخر نوعا ما، لانه في حاله ما وصل الطرفان الى اتفاق حول حكومه وحول ترتيبات سياسيه معينه كان لابد ان يكون الحوار الامني او الطريقه لتنفيذ هذا الاتفاق السياسي امنيا لابد ان يكون بالتوازي. اعتقد انه الامم المتحده او برازيل اليوم خصوصا اخذ الملف هذا بكثير من التاخير، ولكن اعتقد انه الان هناك منهجيه جديده ممكن ان توصل الامور الى حل. طيب سيد عبد الكافي، باعتبار انك يعني محلل عسكري وسياسي في ذات الحين، عندما تنظر إلى الواقع الذي تعيشه ليبيا اليوم من اقتتال تتباين أسبابه ودوافعه من منطقة إلى أخرى، يعني بالنظر لذلك الواقع، ما المفترض أن يتم بحثه في إطار المسار الأمني الآن؟ أعتقد أن من أهم الأولويات وهي الإشكالية الأساسية هي خليفة حفتر في المقام الأول، وأيضا القيادات العسكرية التي معه، لأني لا أتصور أن لن تقبل القيادات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس وهي الجزء الأكبر من الجيش الليبي أن تظل هذه الشخصيات في المشهد، لأنها ستؤثر على عملية الاستقرار في المستقبل وعدم الاتجاه إلى تفعيل مؤسسة العسكرية تفعيل جاد. لكن طبعا حيكون هنالك نقاط هامة بخصوص المسودة الأمنية، وأعتقد على رأسها ستكون أولوية حماية حكومة الوفاق الوطني في تواجدها في طرابلس وتأمينها من الناحية العسكرية والأمنية، نظرا أن هنالك تنظيم دولة متواجد في مدينة سرت ويحاول أن يصل إلى بعض المدن في غرب ليبيا لتنفيذ بعض العمليات كالتفجيرات أو الاغتيالات. طيب وفقا لهذه الرؤية سيد عبد الكافي، من هي الشخصيات التي من المفترض أن تشارك في مباحثات المسار الأمني حتى ينتج عن هذه المباحثات اتفاقا ينهي الاقتتال ويرسخ الأمن في البلاد ليسمح ذلك للحكومة المنتظرة بأن تقوم بما هو موكل لها من مهام؟ القاعدة الأساسية أن تكون شخصيات غير جدلية، بمعنى واضح وصريح هذه الشخصيات كانت معتدلة في فترة الأشهر الماضية منذ أن قام خليفة حفتر بتمرده العسكري وانقلابه العسكري على مؤسسات الدولة، وكان هنالك قوة عسكرية مساندة له وداهمت رئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع والمؤتمر الوطني، لذلك أعتقد أن التركيز على الشخصيات الغير جدلية والتي كان لها دور وطني وهي الحمد لله متوفرة، سواء إن كان في رئاسة الأركان العامة أو في بعض العسكريين الصفوف الثانية والثالثة المتواجدين في المنطقة الشرقية، ولم يساهموا بطريقة دموية مع خليفة حفتر. هنالك بعض الشخصيات لم تشارك حقيقة مع خليفة حفتر أو دورهم كان في الصفوف الخلفية، لا يريدون أن يرتكبوا الحماقات في المنطقة الشرقية وقتل أهالينا في المنطقة الشرقية. طيب سيد جيدل، إذا كان يعني نجاح ما يتم الاتفاق عليه وفقا للمسار الأمني من ترتيبات أمنية تنفذ عمليا على الأرض، إذا كان نجاح هذه الترتيبات سيكون مرتبط بمشاركة الشخصيات الغير جدلية كما يقول السيد عبد الكافي، في هذه الحالة ما الذي سينتج إذا شاركت شخصيات جدلية غير مقبولة من أحد الأطراف في إتمام الاتفاقات والترتيبات الأمنية؟ مهم جدا أن الترتيبات الأمنية لا يمكن اختزالها في قضية حفتر ومن معه والذين قاموا بأعمال إجرامية أو أعمال
العسكرية ضد الليبيين. الترتيبات الأمنية هي أهم فصل، وفيها عدة أهم جانب وفيها عدة فصول، وأظن أن قضية حفتر ومن معه قد أخرت إلى آخر المسار. الترتيبات الأمنية التي يجب أن يتحدث عنها الفريقان الآن هي أولا الشرطة والجيش. والشرطة والجيش ما هو دورهم؟ ما هو دور هذه المؤسسات؟ كيف تبنى هذه المؤسسات؟ من يحكمها؟ تحت قيادة من؟ ما هي مهامها؟ كيف يتم تمويلها؟ إلى غير ذلك من المسائل. ثم بعد ذلك عندما يتم التوصل إلى هذا التصور، وأظن أن هذا التصور قد تم التكلم فيه كثيرا، سيتكلم عن المترشحين لقيادة هذه المؤسسات. لا ننسى أيضا عنصرا مهما جدا، وأن الترتيبات الأمنية أيضا ستكون للدول الإقليمية وللدول الأوروبية وللدول التي تريد أن يسير مسار الحوار بسرعة ستكون مشاركة إضافة إلى الأمم المتحدة. وبالتالي الإشكالات التي تطرح حول الشخصيات ستحل. إذا لماذا؟ لأن إذا اتفق الطرفان على حكومة وفاق وعلى الإيديولوجية وعلى العقيدة العسكرية والأمنية التي ستنفذها هذه الحكومة في الأشهر الأولى والأيام الأولى، تبقى قضية الشخصيات ستكون دائما محل جدل. طيب، على كل أعتقد أن الفكرة وصلت سيد جيدل، وأعذرني فقط لرداءة الاتصال، أرجو أن يتم إعادة الاتصال بالسيد جيدل حتى نتمكن من الاستماع إليه بشكل أوضح. أذهب إليك سيد معلة وأسأل حول الاستراتيجية التي في تقديرك أنها ستكون ناجحة في إدارة هذا الجانب من الحوار. في رأيك ما هي الرؤية التي يجب أن تطرح من خلالها البعثة الأممية هذا الموضوع وتقود في إطارها المباحثات التي ستتم بين أطراف الحوار؟ أعتقد أنه قبل الخوض في ماهية هذا الحوار لابد من الخوض في منهجية الحوار. أقصد هنا منهجية الحوار فيما يخص الترتيبات الأمنية. لابد أن قبل أن نخوض في هذا الملف الأمني الشائك، لابد الأمم المتحدة أو من يرعى هذا الحوار أن يدرس جيدا وبكل دقة ما هي مكونات المشهد الأمني والعسكري داخل ليبيا شرقا وغربا، وخاصة العاصمة وبنغازي ومطراتة والمدن الكبرى. هذا الملف شائك ومعقد بطريقة يصعب الفهم إلا عن قرب، وعن قرب شديد جدا. لذلك أعتقد أنه المنهجية التي اتخذها الآن بنيتو ليون في الحوار المباشر مع زعماء الكتائب أو المجموعات المسلحة بجميع أصنافها وبجميع أطيافها، من كانت مع فجر ليبيا أو كانت مع الكرامة أو كل هذه المجموعات العسكرية، لابد أن يكون هذا الحوار بطريقة منظمة جدا لكي نفهم رغبات كل هذه الجماعات المسلحة. ماذا تريد هذه الجماعات المسلحة؟ ما هي طلباتها؟ ما هي توقعاتها للمستقبل؟ لأنه بدون هذا يصعب إيجاد أي حل عسكري. لأنه في الأخير للأسف الشديد يعني مؤسسة الشرطة ومؤسسة الجيش في ليبيا الآن ما زالت تشكو عديد النقائص الضعيفة مقارنة بهذه المجموعات. لذلك من له القدرة لضبط الأمن داخل ليبيا هم هذه المجموعات. ولذلك التفاهم وكل الترتيبات لابد أن تكون برعاية الأمم المتحدة أو برعاية أخرى أو حتى برعاية ليبية، لكن لابد أن تكون ما بين هذه المجموعات. وأكبر دليل أنه لما وقعت هذه المجموعات في غرب ليبيا اتفاقيات هدنة، شهدنا الوضع الأمني داخل المنطقة الغربية أصبح وضع مطمئن. لذلك المفتاح بالنسبة لهذا الموضوع هو التفاهم أو الجلوس زعماء هذه المجموعات المسلحة حول طاولة الحوار لإعطائها كل التطمينات أولا، ولإعطائها ماذا نريد من هذه الحكومة، ما هي دور هذه الحكومة، وما سيكون دور هذه المجموعات في حماية هذه الحكومة وفي تطوير الصلح أو تطوير هذه المسودة السياسية. طيب، لأنه بدون أذرع عسكرية وأمنية للحكومة يصعب على هذه الحكومة المقبلة أن تطبق أي شيء على الأرض.
طيب يعني تقول بأن مفتاح النجاح في هذا الجانب أو في هذا المسار هو دعوة الجميع للمشاركة في المباحثات، جميع الأطياف دون استثناء أي طرف، وهذه نقطة مهمة اسمح لي أن أنتقل بها إلى السيد عبد الكافي وأسأل سيد عبد الكافي، يعني كيف يمكن عقد أو إبرام أي اتفاق أمني في ظل وجود فوضى السلاح الموجودة حاليا وانتشار المجموعات المسلحة من كل الأطياف؟ سيادة بداية تسمح لي تعقيب بسيط. لا أعتقد أن بعد كل هذه الشهور والوقت والتشاورات والمفاوضات تأتي لتقول لي أن مثلا خليفة حفتر وقياداته العسكرية جزء من المشهد العسكري، وأنت تعلم أنه السبب الأساسي يا سيد ليون أو كل المتحاورين في كل هذه الإشكاليات الموجودة في ليبيا وهذه الدماء التي سالت في ليبيا، إذ هم يخدعون أنفسهم أن يكون هناك استقرار أمني. فأنا أتصور أن النقطتين التي تعمد ليون بترحيلهم وتأجيلهم هم أهم قاعدة أساسية من أجل الانطلاق في الملاحق الأمنية، وهي هوية القائد الأعلى للجيش، استبعاد الانقلابيين من العسكريين والمتمردين، توضيح تشكيلة ومهام المجلس الأعلى للدولة والتي وعد ليون بالرد عليهم. ولهذا أتصور أن الملاحق الأمنية والآلية التي ستكون متبعة اتفق مع ضيوفك فعلا هي أصعب نقطة أو أصعب بند سيتم الحوار حوله بعد أن يتم النجاح في التوافق على حكومة الوفاق الوطني. بالنسبة لعملية في ظل انتشار السلاح والفوضى الموجودة في ليبيا والجماعات التي تمت تخرج علينا من كل حد وصوب، أعتقد أن يحتاج فعلا الوضع في ليبيا إلى تكاتف الجميع، وخاصة نتحدث عن الوطنيين، وهؤلاء متوفرين الحمد لله في ليبيا. حتى في المنطقة الشرقية هنالك وطنيين، ولكن لضغوطات اجتماعية وقبلية وعائلية وأسرية مضطرين لتواجدهم في المنطقة الشرقية، لكن لا يعني هذا أنهم ينتمون إلى عملية الكرامة. لذلك يتم الاستعانة بهذه الشخصيات، لأن الآن هنالك انفضاض وهنالك انقسام، هنالك تشرذم في عملية الكرامة. لذلك يتم التواصل مع هذه الشخصيات، وهنالك حقيقة فعلا تواصل، وهنالك شخصيات التحقت برئاسة الأركان العامة، منها نستطيع الانطلاق. نحن نتحدث عن القوة الفعلية على الأرض، نتحدث عن من يستطيع أن يقود الاستقرار في ليبيا والقضاء على التنظيم الذي يهدد ليبيا ويهدد الدول الأوروبية، وهو تنظيم الدولة المتواجد في ليبيا. من لديه القدرة على هذا، على القضاء على هذا التنظيم أو إضعاف هذا التنظيم إلى أن يتم القضاء عليه؟ هي قوات التابعة لرأس الأركان العامة في طرابلس، وهذا والمجتمع الدولي يعلم ذلك، وحتى بعض الدول الأوروبية تعلم ذلك جيدا وتنسق على هذا الأمر. سيد حسين جيد، البعثة الأممية تسعى لتفعيل اتفاق أمني في ذات الوقت الذي ستباشر فيه حكومة الوفاق أعمالها، ما المتوقع أن يقدمه هذا الاتفاق الأمني متى تم الوصول إليه لدعم عمل الحكومة وإنجاز مهامها؟ أظن أن الاتفاق الأمني إذا تم توافق على أهم المفاصل وأخرت نقاط الخلاف التي ذكرنا بعضها منذ قليل، العملية ستكون أنه اعتراف بشرعية هذه الدولة، وما دامت هذه الدولة التي ستنجم عن الوفاق شرعية فمن حقها أن تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وأن تستعمل ما هو خاص بالدولة وهو استعمال الإكراه أو القوة في تثبيت الأمن. إذن هذا أهم شيء، أهم شيء. لكن لا ننسى شيئا أساسيا عندما سمعت للزملاء المتدخلين، لا ننسى أن إذا تم هذا الوفاق، إذا تم هذا الوفاق فماذا ذلك يعني؟ أن كل من لا يعترف بهذه السلطة السياسية هو يخرج خارج عن الشرعية الدولية والشرعية الليبية، ولذا لا بد أن نجعل القضية الأمنية دائما تحت رعاية السياسيين الليبيين ممثلين في البرلمان ممثلين في المؤتمر. لا نريد أن نغامر وأن نجعل من الجماعات المسلحة أو من الثوار أو من منهم يحملون سلاح على الأرض عنصرا ثالثا من عناصر الأزمة،
أو عنصرا ثالثا. ولذا أنا تفهمت كثيرا موقف المؤتمر عندما عاب على ليون مباشرة في محادثات مع شخصيات عسكرية دون أن يكون ذلك بالتنسيق. نعتذر عن انقطاع الاتصال مع السيد حسين جيد. لا أنتقل إليك سيد معلا وأسأل حول يعني مدى إمكانية احتواء الأزمة الأمنية في ليبيا عبر اتفاق أمني منبثق عن مشهد سياسي مليء بالخلافات دعنا نقول والصراعات بين أطراف هذا المشهد. صحيح، هذا سؤال مهم جدا. أعتقد أنه ما دام المشهد السياسي مشذب إلى هذا الحد وهذا الانقسام السياسي العمودي العميق جدا داخل ليبيا، يصعب أن تجد حلا أمنيا وعسكريا، لأنه في الأخير الحل الأمني هو قبل كل شيء وحل سياسي. الحل الأمن وتبعاته هو أداة من أدوات الحل السياسي. ما دام أن الحل السياسي ما زال بعيد المنال، ما زال لم نرى له بصيص نور لحد هذه الساعة، يصعب التكهن بوجود حل أمني عسكري على الأرض في أقرب وقت. زدت على ذلك أنه حتى هذه المجموعات العسكرية التي كما تفضل الزميل منذ قليل أن لها ولاءات إلى البرلمان أو لها ولاءات إلى المؤتمر، أنا أشك جدا أنه حتى فيها عديد من المجموعات ليست لها ولاءات مباشرة لا لهذا الطرف السياسي أو ذاك، هي لها ولاءات إما قبلية أو اجتماعية أو جهوية أو حتى مصالح مالية. لذلك وفيها بعض المجموعات المسلحة التي لها إمكانيات وقدرات كبيرة وكبيرة جدا، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى لها حتى ولاءات النظام السابق النظام الدستور معمر القذافي. لذلك أعتقد أنه بدون الوصول إلى خريطة طريق أمنية واضحة المعالم توضع على الطاولة لنقاشها مع كل هذه الجماعات المسلحة، وأعتقد أنه هذا ليس جاهزا الآن. كل ما يسبق له الآن أن نجعل من هذه المجموعات المسلحة خارج المدن، خارج مناطق العمران، خارج طرابلس، خارج بنغازي، خارج مدينة مطرطة، وكأننا نبحث على فراغ أمني، وكأننا نعتقد جدلا أنه هناك قدرة عسكرية وقدرة أمنية مؤسسة الشرطة والمخابرات قادرة أن توفر الأمن للمؤسسة. طيب ما البديل في رأيك سيد معلا؟ يعني إذا كانت هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية لن تكون ناجحة كما تقول، ما البديل عن هذه الرؤية؟ البديل هو أن نشرك جميع هذه الأطراف في الحل. لابد أن يكون الحل حل جماعي، يعني يبدأ أولا سياسيا ثم أمنيا. لابد أن يشعر كل مواطن ليبي يحمل السلاح أو له رؤية سياسية أو لا يحمل السلاح أنه شريك فعلي في الحل. لابد أن يشعر كل شخص في ليبيا أنه له القدرة على الحل. لنذكر قليلا، بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 وأوائل 2012، المشهد الأمني أيضا في ليبيا كان مضطرب جدا، يعني بمعنى أن السلاح كان منتشر بنفس هذه الدرجة اليوم. ولكن بما أن المواطنين الليبيين كانوا يشعرون أن لهم الرغبة في إنشاء دولة حديثة في انتخابات، جرت الانتخابات للمؤتمر الوطني العام في 2012 في كانت الحرية في كانت الاستقرار، أن ليبيا لا يوجد فيها أي قطعة سلاح. وحتى في الأيام الأولى للمؤتمر لما كان المجتمع الليبي كله ينشد تكوين دولة حديثة، دولة عصرية، دولة طيب فيها ديمقراطية وفيها حرية، كان هناك نوع من الاستقرار الفعلي. لكن عندما افترق الأخوة في الثورة وتفرقوا حسب الإيديولوجيات وحسب المصالح، شهدنا هذا التوتر العسكري. لكن نتذكر جيدا أنه أنا كنت في طرابلس في ذلك الفترة وأتذكر جيدا أنه كان هناك نوع من الاستقرار الذي يطمئن بإنشاء دولة جديدة. لكن عندما افترق السياسيون وعندما طيب واضح أوضحت هذه النقطة، يعني تتحدث عن ضرورة توحيد صفوف الجميع وإشراك الجميع حتى ينجح أي عمل في اتجاه ترسيخ الأمن في البلاد، مع أنك ذكرت في بداية حديثك سيد معلا أن قد يكون من بين الجماعات المسلحة الموجودة في ليبيا الآن ما لديه مصلحة في استمرار الفوضى الأمنية الموجودة في البلاد وعدم ترسيخ القانون، ربما لأنها سيتعرض لملاحقات قانونية في حال وصلنا إلى هذه المرحلة. على كل اسمح لي أن أشرك السيد عبد الكافي في هذه النقطة وأسأل السيد عبد الكافي حول مسألة أنه
دائما ما يتم الحديث حول من سيقوم بتأمين المرحلة التي ستتولى فيها حكومة الوفاق الوطني إدارة شؤون البلاد، كيف سيتم إشراك الثوار في العمل العسكري والأمني؟ ما هي الآلية التي سيسمح بإدماج المجموعات المسلحة وفقا لإطارها في العمل الأمني المطلوب في المرحلة التالية؟ عمليا في رأيك يا سيد عبد الكافي، ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها على الأرض لتمكين هذه الحكومة المنتظرة من إدارة المرحلة القادمة وفق سياسة يأتي في مقدمتها ترسيخ الأمن في البلاد؟ طبعا بداية بالنسبة لبعض تشكيلات الثوار التي انضمت لرئاسة وهي تتبع لرئاسة الأفكار العامة ولديهم أرقام عسكرية، مع الحملة الإعلامية التي حاولت أن تفصل ما بين تشكيلات بعض التشكيلات العسكرية التي يدعون أن هي ثوار ولا تتبع الشرعية ولا تتبع رئاسة الأركان العامة، لكن هم يتبعون رئاسة الأركان العامة لديهم أرقام عسكرية فعلية، وهنالك وحدات عسكرية تكمل دورات التدريب في بعض الدول الأوروبية تابعين لرئاسة الأركان العامة. وعموما رئاسة الأركان العامة في طرابلس وضعت تصور ووضعت خطة لتأمين الحكومة، وأيضا لتشكيل بإنشاء وحدات عسكرية ونظامية جديدة لتوسعة الوحدات العسكرية والجيش الليبي في عموم ليبيا عموما يعني، لكن نحن نتحدث عن وضع الراهن وهو المنطقة الغربية والجنوبية ووسط ليبيا والغربية. بالنسبة من خلال الرؤية التي وضعت من قبل رئاسة الأركان العامة والتي قدمت إلى المؤتمر الوطني وأيضا بقوائم القيادات العسكرية التي ستشارك في الحوار بإذن الله في الأيام القادمة على المسودة الأمنية، من خلال هذه الخطة نستطيع الاعتماد على قوة رئاسة الأركان العامة في تأمين الحكومة القادمة بإذن الله، حكومة الوفاق الوطني، نظرا أن حتى المنطقة مقارنة ما بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية شتان في الاستقرار يعني. لكن سيد عبد الكافي، قد يرى البعض بأن هذه الرؤية أو هذا الطرح سيوكل مهمة التولي الجانب العسكري والأمني لطرف واحد من أطراف الصراع المسلح الآن في البلاد، وبأن طرف سيتم استبعاده وفقا لهذه الرؤية. حقيقة يا سيدي، بالنسبة لعملية استبعاد أحد الأطراف، لأن أساس الإشكالية هو الطرف الذي سبب عدم الاستقرار في ليبيا. هل يعقل أو هل أتصور كمواطن بسيط أو أنا كأحد أفراد المؤسسة العسكرية أن يتم اتيان بخليفة حفتر أو القيادات الصف الأول معه لكي يقودوا مؤسسة عسكرية أو وحدة عسكرية؟ هذا شيء لا يتقبله عقل بشري. طيب. على الأرض، ولن يقود ليبيا إلى الاستقرار. طيب. ولن يقود هذه الفكرة إلى الاستقرار. سيد جيدل، في جانب آخر من الموضوع، وبحسب عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة تحديدا، يقول بأن المؤتمر هو من يزيد أوضاع البلاد تمزقا بسبب تمسكه بطلبات غير واقعية حسب وصفه. في رأيك كيف تؤثر مثل هذه التصريحات على الحوار قبيل جولة منتظرة في الصخرات يفترض أن تكون هي الجولة الحاسمة؟ فقط هناك لنا تشريبات ومعلومات سنرى إن تأكدت فيما بعد، أن عملية ضمان عملية الأمن في البداية ستكون بمشاركة قوات أمنية، بمشاركة إقليمية، وبمشاركة دولية تحت قيادة ليبية ممثلة إما في رئيس حكومة الوفاق أو من أسندت له مهام القيادة العسكرية فيما تم الاتفاق عليه. وبالتالي الجماعات المسلحة الموجودة على الأرض سواء في أي بقعة من ليبيا ستكون بموازاة مع هذه القوى الإقليمية والدولية، سيكون مطلوبا منها أن تنفذ الخطة الأمنية والتعليمات الأمنية التي تعطيها حكومة الوفاق الوطني. أما تصريحات أبو بكر بعيرة، فالأخ أبو بكر بعيرة معروف دائما بتصريحاته هذه المتشددة، وفي كل مرة يخرج بهجوم على المؤتمر، ونحن نعرف أن السيد أبو بكر بعيرة إلى أي حساسية ينتمي في المؤتمر وإلى الضغوط التي تمارس على كثير من الإخوة في طبرق، وهو يريد فقط أن لا يظهر الإخوة في طبرق
طرق على أنهم قد خسروا المعركة مع المؤتمر، وأن المؤتمر قد ربح المعركة وتمت الاستجابة إلى جميع مطالبه. هذه تصريحات للاستهلاك فقط، ومشهود ومعروفة عن السيد أبو بكر بعيرة هذه مثل هذه التصريحات. طيب سيد معلم، في تقديرك كيف ستنجح البعثة الأممية في جعل الجولة القادمة جولة الحسم كما تريد هي، في ظل هذه التصريحات التي تكشف عن حجم الاختلاف حول قضايا رئيسية، وتتحدث عن تأخر مناقشة المسار الأمني وتأخر في عقد ترتيبات أمنية ما قد يفشل أي اتفاق تنتج عنه حكومة مستقبلا؟ أعتقد الكلام على أنه الجولة القادمة هي جولة الحاسمة أو جولة الأخيرة يعني كلام للاستهلاك الإعلامي لا أكثر ولا أقل. لا أعتقد أن الحوار سينتهي بسرعة قياسية يعني خلال 10 أيام أو أسبوع، لأنه النقاط الخلافية أو النقاط الجدلية ما زالت كثيرة وكثيرة جدا. يعني الأمم المتحدة أو برازيليون يقفز من موضوع إلى موضوع بسرعة غريبة عجيبة، يعني كلما امتد الأفق في موضوع ما ينتقل إلى موضوع آخر. يعني لحد هذه الساعة لا نعرف هل المسودة السياسية وقع الاتفاق عليها أم لا، هل اتفق الطرفان يعني البرلمان والمؤتمر حول كيفية تقسيم أو توزيع السلطة بين المجلس الدولة والبرلمان. وأكبر دليل أنه السيد بعيرة أدى بتصريح قال نحن لا نقبل بأي اطروحات المؤتمر. أيضا موضوع الحكومة فعلا هل هناك أسماء نهائية تتناقش خلال الجلسة القادمة؟ لا نعرف أيضا. ثم الترتيبات الأمنية، ما زال السيد ليون يبحث عن الطريقة المثلى ومنهجية للجلوس مع بعض الأطراف العسكرية والأطراف المسلحة داخل ليبيا للنقاش معها. يعني القفز من موضوع إلى موضوع يجعل وكأنه يبحث على شيء، عن سراب صعب الوصول إليه بهذه السرعة، لأنه أعيد وأكرر المنهجية هي منهجية غير صحيحة. طيب سيد عبد الكافي، أيضا بعيرة أكد أن السبب الذي دفع بمجلس النواب إلى التحاور مع المؤتمر هو سيطرته على جزء من البلاد، هكذا يقول. يعني استنتاجا من هذا التصريح، إلى أي مستوى يمثل في رأيك عامل الثقة بين الأطراف حدا فاصلا بين النجاح والفشل في مسألة ترسيخ الأمن وعقد واتفاق حول ترتيبات أمنية لترسيخ هذا الأمن؟ حقيقة كي نكون واضحين، الثقة في الأساس غير موجودة ما بين جميع الأطراف، سواء كان المؤتمر الوطني سواء كان البرلمان المتواجد في طبرق. هذا من حيث المبدأ، وهذا ما دعا إلى تدخل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إيجاد حالة من الثقة ما بين الطرفين. لكن للأسف أن بعثة الأمم المتحدة لم تنظر إلى حلحلة الإشكالية الرئيسية وسبب الفوضى في ليبيا، وهي تواجد حفتر والقيادات التي معه. لأن في حالة انتهاء هذه الشخصية الجدلية وإيقافي عند حد، وهذا من صلاحيات مجلس الأمن لأنه يستخدم الطائرات وليبيا لازالت تحت الحظر، وأيضا يجلب في الأسلحة وليبيا لازالت تحت الحظر. يعني هنالك انا استغرب عدم تدخل مجلس الامن وايقاف اله الحرب التي تدور في المنطقه الشرقيه ودمرت مدينه بكاملها، مدينه بنغازي الا جزء يسير منها، وهجرت ما يقارب عن 100,000. اين المجتمع الدولي الذي الان يتشدق بالحريات وحقوق الانسان وغيره وغيره وغيره؟ لذلك على المجتمع الدولي ان كان لديه الاراده الحقيقيه في الاستقرار في ليبيا أن يوقف هذه آلة الحرب التي يقودها خليفة حفتر. بالنسبة لحالة الثقة، لن يستطيع المجتمع الدولي أن يوجد حالة الثقة، لكن الليبيين أنفسهم هم من سيوجدون هذه الحالة، وهذا يعتمد أيضا على بعض العقلاء المتواجدين في المنطقة الشرقية سواء كانوا من شيوخ القبائل الذين أهانهم خليفة حفتر للأسف عندما تجمعوا وذهبوا إليه لكي يوقفوه عما يفعله من تدمير لبنغازي ومن تهجير للأهالي. يقول لهم كلمة أستغرب أنا رجال يقبلون هذه الكلمة، من لا يعجبه فليجلس في بيته كالصبايا. يعني هل يعقل رجال حكماء رجال لهم شخصياتهم ووزنهم طيب في شرق ليبيا يرضون بهذه الكلمة عن تقال لهم؟ موضوع الحلقة سيد عبد الكافي، اسمح لي فقط أن أنتقل إلى سيد جيد وأسأل حول
ما أشار إليه ضيفينا السيد معلا والسيد عبد الكافي في أن هناك نوع من الضبابية وعدم الفهم في استراتيجية ليون في التعامل مع إدارة الأزمة في ليبيا، عندما يقول السيد معلا بأن ليون يقفز من موضوع إلى موضوع بشكل غريب غير مفهوم وغير واضح الأسباب. في تقديرك، هل هي مسألة هروب إلى الأمام؟ كلما وجد ليون مشكلة يستعصي حلها بسبب توجهات أطراف الحوار، أم أنه يحاول معالجة كثير من جوانب الأزمة في ذات الوقت وذات الحين؟ يمكن أن نعطي فرضيات لهذا، لكن كنت من قبل على قناتكم قد قلت بأني في نظري شخصيا، هذا رأي شخصي، أن ليون فشل في مهمته، لأنه في كل مرة يرجع إلى نقطة الصفر ويعيد دراسة الاقتراحات إلى غير ذلك. ليون أبدأ من هذه التصرفات مخاوف كبيرة من أن يكون تحت ضغوط، أو من أن تكون علاقاته المبهمة مع بعض الدول التي لا تريد فعلا حدا توافق لليبيا، من أن تكون هذه العلاقة هي التي تملي على ليون هذه التصرفات. فليون عندما ذهب إلى صخيرات وجمع جماعة الإخوة في طبرق ومع بعض القبائل وقال انتهى الأمر على المؤتمر أن يأتي، وإلا فليس هناك إمكانية للنقاش. ليون يريد أن يصل قبل انتهاء عهدته وعهدة البرلمان إلى حل، لكن حل لا يرضي فعلا الطرفين، وإنما كان يحاول بذلك أن يرضي طرفا واحد. ولذا كانت هناك شكوك تحوم حول كونه يميل إلى طرف ضد آخر، وبالتالي ما يقوم به الآن القفز من موضوع إلى آخر هو قد يكون من تكملة لهذه الاستراتيجية، ولكن أيضا قد يكون من باب أنه قبل انتهاء 20 أكتوبر يقول إننا قد توصلنا إلى اتفاق وأننا درسنا جميع النقاط وقد نجحت وتوصلت في حل المشكل في ليبيا. أظن أن برناردينو ليون فعلا منهجيته غير واضحة تماما، وهو متعثر لأن هناك ضغوط تمارس عليه، ولأن هناك تخبط في إعطاء حل واضح. طيب سيد معلا، أيضا أشار السيد عبد الكافي إلى نقطة مهمة، كثيرا ما تثار من قبل مراقبين ومتابعين للشأن الليبي، وهي مسألة أن كل جولات الحوار التي جرى عقدها في السابق لم تتطرق للحديث حول الأزمة في بنغازي والقتال الدائر في بنغازي. من جهتك، كيف يمكن أن تفهم أو تفسر هذه النقطة؟ أكيد هو موضوع بنغازي أصبح موضوع مثير للريبة، يعني أصبح هذه المدينة المنكوبة، هذه المدينة التي فيها يموت فيها العشرات يوميا أو أسبوعيا، يعني هذه الكارثة الإنسانية لا يتطرق لها الأمم المتحدة ولا يتطرق لها ليون بالحديث بصفة جدية. أعتقد أنه كما أشار الزميل المتدخل من قبل، ليون حول ليون عديد نقاط الاستفهام حول الجهات التي تدعمه أو الجهات التي ممكن أن تكون وراءه في منهجيته لإدارة الأزمة في ليبيا. لذلك هو يغض الطرف على هذا الملف الشائك وهذا الملف المحزن المبكي نوعا، خلينا نقول بكل صراحة، يعني في كثير من الريبة. ثم زد على ذلك، أنا ما أسوق لكم يعني معلومة دقيقة الآن، يعني في نقاش خاص أحد الأصدقاء المقربين الغربيين مع ليون في عشاء خاص جدا، فقال ليون بالحرف الواحد، قال أنا لم أفهم الملف الليبي إلا من حوالي أسابيع قليلة. هذه معلومة مهمة جدا. ثم قال بالحرف الواحد، لما سئل عن هل له رؤية واضحة حول متى وكيف سيكون الحل في ليبيا، أجاب لا أعلم لا أعلم. يعني هذا الشخص الذي لم يفهم الملف الليبي إلا من أسابيع، ثم لا يعرف إلى أين هو ذاهب. ماذا تنتظر من شخص مثل هذا أن يقدم الملف الليبي المعقد أصلا؟ أعتقد أنه العملية فيها كثير من الشبهات، وأعتقد أيضا أنه لابد للليبيين
أن ينظروا إلى قضاياهم بأكثر جدية، وأن يلتفتوا إلى أنفسهم، وأن يحاولوا الجلوس مع بعضهم بدون انتظار أي دعم دولي أو أي دعم أجنبي إلا في الحالة الخاصة. سيد عبد الكافي، يعني الآن عندما يشير الضيوف إلى أن ليون ربما يكون قد فشل أو عجز في التعامل مع الأزمة الليبية بحسب الخطوات التي يتبعها والاستراتيجية التي يعالج من خلالها هذه الأزمة، هل يمكن القول فعلا بأن ليون قد وصل إلى طريق مسدود، خاصة عندما نراجع مسار الحوار منذ محطته الأولى في غدامس وحتى المراحل الأخيرة التي وصل إليها؟ ألا تجد أن هناك تقدما ربما في بعض الجوانب وعلى بعض الأصعدة قد أمكن لليون أن ينجزه في مسار هذا الحوار السياسي الليبي؟ والله أنا أتفق مع ضيوفك أن هنالك تخبط فعلا من قبل السيد ليون وفي إدارة الملف الليبي، قد تكون مقصودة أو تكون من قلة خبرة للسيد ليون، لكن عملية أنه وصل إلى نقاط هذا كان بإرادة الليبيين، إلى نقاط التوافق التي أو المراحل التوافق التي تم الوصول إليها هذا بإرادة الليبيين المتحاورين، وخاصة نحن نتحدث عن هنالك أطراف تم استعانة بها اليوم كالمجالس المحلية والتيارات السياسية، قدمت رؤية ساعدت على أيضا فتح يعني ممرات لليون لكي يصل إلى محالة من التوافق على مراحل، لكن تظل هنالك إشكالية على بعثة الأمم المتحدة أن تثبت حسن نيتها وحسن إدارتها للملف الليبي. أولا أن تقف الحرب الدائرة على بنغازي وتهجير الأهالي وإرجاعهم إلى بيوتهم، هذا في المقام الأول، لكن أن تدعو إلى حكومة وفاق وطني وأن تدعو إلى مناقشة الملف الأمني ولا زالت الحرب دائرة في بنغازي والبيوت تهدم، لا أعتقد أن يعني أن هذا المشهد الذي يقوده أو هذا المسار الذي يقود السيد ليون حقيقة يذهب إلى الاستقرار في ليبيا، لكن هو مثلما أشار ضيوفك الكرام هو يحاول أن يقفز خطوات للأمام، يحاول أن يرحل ملفات للأمام، لأن نحن نعلم أن مدة السيد ليون ستنتهي بعد بضعة أيام، أيضا هو يحاول أن يخرج ذلك الجسد الميت المتمثل في البرلمان المنتهي بقوة القانون ويعتبر متعدي على سيادة القانون، ونحن نرى أن بعض الدول الداعمة لهذا الجسم الميت والتي تحترم القوانين والقضاء في بلادها ويدعمون هذا الجسم الذي لا يحترم القضاء ولا القانون في بلاده، هذا الجسم هو في حكم الميت لأنه سينتهي يوم 20 أكتوبر. طيب بمعنى على كل فهو يحاول أن على كل حتى لا نبتعد كثيرا عن موضوع الحلقة سيد عبد الكافي، وفي النهاية مجلس النواب رغم الحكم القضائي هو الآن طرف موجود في الحوار السياسي الليبي الدائر بوساطة وبرعاية من الأمم المتحدة، ولهذا نجد أنفسنا مضطرين للخوض في هذه النقاشات على اعتبار أنه طرف من أطراف الحوار. على كل سيد جيدل، فيما يخص الترتيبات الأمنية التي يسعى ليون لبدء بحثها الآن مع أطراف الحوار وعلى أساسها خاطب المؤتمر الوطني ليتم ترشيح شخصيات عسكرية تكون طرفا ممثلا له في هذه المباحثات، في تقديرك لماذا يخاطب ليون فقط المؤتمر الوطني حتى يرشح شخصيات تمثله في هذا الإطار في حين لا يخاطب الطرف الآخر؟ هل هي مسألة ترتيبات وأن سيخاطب مجلس النواب مستقبلا، أم أن هناك جهة محددة مسبقا تمثل مجلس النواب عسكريا في هذا الجانب؟ هذا من جهة هو دائما ينطلق ليون، لابد من فهم منطق ليون، ينطلق من أن الشرعية في الدولية مع طبرق، وبالتالي كل من بثق عن برلمان طبرق من تمثيل عسكري هو مؤسسة موجودة، وبالتالي يطالب المؤتمر الذي ليس له هذه الشرعية الدولية حسب مفهومه في أن يقدم من يمثله عسكريا. ولكن هناك شيء آخر أيضا أن يطالب المؤتمر، لأن المؤتمر كان منذ يومين هدد بمقاضاة ليون لأنه اتصل بعسكريين من الجهة الغربية دون المرور على المؤتمر، وهو الهيئة
التي تحكم هذه المنطقة والتي تمثل هذه المنطقة وتمثل حوالي 60% من التراب الليبي. وبالتالي حاول أن يتدارك هذا الأمر وطلب من المؤتمر أن يرسل تقنيه من العسكريين للتحدث مثل هذا الأمر. طيب إذن ليون نعم تفضل قدر الإمكان أن ينقذ فكرة الشرعية التي يتمتع بها برلمان طوبو. واضح سيد معلا، إزاء كل هذه التفاصيل وأمام هذه الحالة من الاختلافات ومن التصريحات ومن التطورات الأخيرة سواء من قبل البعثة الأممية أو من طرفي الحوار الأساسيين، هل تجد أن التفاؤل الذي جرى تسجيله عقب حوار جنيف في الجولة الماضية ينسجم فعليا مع مواقف الأطراف والتحديات التي برزت مؤخرا؟ لا أعتقد أن هذا التفاؤل هو التفاؤل المبالغ فيه، لأنه التفاؤل موجود، يعني كلنا نتمنى أن يصل هذا الحوار إلى مخرجات تريح الدولة الليبية وتريح الشعب الليبي. وأعتقد أنه عديد من الأطراف الليبية لها الرغبة بالوصول إلى نتائج طيبة بالنسبة لهذا الحوار، لكن أن يكون التفاؤل المبالغ به إلى حد أن نقول أن الاتفاق سنصل إليه خلال أسبوع أو أسبوعين أو عدة أيام، فهذا أعتقد أنه فيه كثير من المبالغة وكثير من الكلام الاستهلاك الإعلامي الأكثر والأقل، لأنه النقاط الخلافية ما زالت موجودة، وهذه النقاط هي نقاط عميقة وجوهرية. يعني أهم شيء كما قلنا من قبل تقاسم السلطة ما بين البرلمان والمؤتمر لم يفصل إلى حد هذه الساعة، يعني هذه أهم نقطة لحد سياسيا. ثم الترتيبات الأمنية كما كنا نتحدث منذ بداية الحلقة غير واضحة المعالم تماما، لذلك أعتقد أنه هذا التفاؤل صعب وصعب جدا، وخاصة أنه هناك تشرذم خاصة على المستوى الأمني، هناك تشرذم كبير وكبير جدا في المنطقة الغربية كما في المنطقة الشرقية. يعني المتحدث على أن المنطقة الشرقية سيطر عليها حفتر برمتها هذا كلام مغلوط تماما، يعني حفتر الآن منذ شهر 4/2014 هو الآن يدق مدينة بنغازي بكل أنواع الأسلحة ولم يستطيع أن يسيطر عليها. يعني هناك داخل المنطقة الشرقية أيضا قوى عسكرية مهمة جدا لابد من الحوار معها والنقاش معها، لذلك أعتقد أنه الطريق ما زالت طويلة. أعتقد أنه على المنتظم الأممي أن يكون أكثر جديا، وعلى الدول الداعمة لهذا الحوار طيب. أن تكون أكثر جديا وأن تضغط أكثر فأكثر على الدول التي تعرقل هذا الحوار، لابد أن نعرف جيدا أن هناك دول تعرقل هذا الحوار طيب. بطريقة مباشرة وغير مباشرة. طيب هو التوضيح والتصحيح فقط، المعارك في بنغازي كانت انطلاقتها في شهر مايو 2014 وليس في شهر 4 فقط، يعني للتأكيد على هذه النقطة. سيد عبد الكافي، فيما يخص الترتيبات الأمنية والخلافات الرئيسة فيما يخص هذه الترتيبات، هل يسمح هذا الحجم من الخلافات حول الترتيبات الأمنية بإبداء التفاؤل الذي سجل عقب جولة جنيف الماضية؟ والله بالنسبة لعملية الخلافات الأمنية ملف شائك جدا وخطير، عملية الوصول لحلول سريعة فيه صعب جدا، هذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها، لكن نحن نتحدث عن الخطوات الأولى التي بدأتها فعلا بعثة الأمم المتحدة من خلال مراسلتها للمؤتمر الوطني بعد أن حاولت أن تتجاوز المؤتمر الوطني ورئاسة الأركان العامة بأن تتواصل مع بعض القيادات العسكرية ومن قيادات الثوار، ولكن هم حقيقة نحييهم رفضوا هذا الالتفاف، والكل أعلن أنه يتبع لرئاسة الأركان العامة، وهنالك اجتماع إن شاء الله اليوم الغد بإذن الله ما بين رئاسة الأركان العامة والمؤتمر بخصوص تقديم أسماء لبعض القيادات العسكرية من أجل الدخول في مسودة والحوار حول المسودة الأمنية، لأن أعتقد أن أهم مرحلة الآن ما يبحث عنها ليون لكي يسلم لخالف البعثة في ليبيا
انه يريد ان يصل بالامور في ليبيا الى حكومه الوفاق الوطني، وتم ترحيل معظم الاشكاليات والى المستقبل، وخاصه طيب. نحن نتحدث على اهم اشكاليات القائد الاعلى وغيره وغيره، لان الان ما يبحث عن السيد ميون هو كيفيه تامين حكومه الوفاق الوطني. طيب. هذه اهم نقطه. سيد جيد، يعني استمرارا في جزئيه التصريحات التي صدرت عقب الجوله الماضيه في جنيف وحجم التفاؤل الذي أبداه عديد الأطراف عقب تلك الجولة، هل يتناسب في رأيك هذا القدر من التفاؤل مع صعوبة التحديات التي تواجه عقد اتفاق في الجانب الأمني، في المسار الأمني الذي سيفتح التباحث فيه خلال الفترة القادمة؟ نعم، أنا أظن لابد من أن نحدد نقطتين هامتين يمكننا بهما فهم كثير من الأمور. أولاً، في جنيف الذي حدث أن تجاوزت مسألة شرعية، حلت مسألة شرعية، وأظن أن الفكرة كانت أن شرعية أن الوفاق وما ينجم عن عملية الوفاق والحوار ستكون هي الشرعية الوحيدة، وما كان قبلها من شرعيات لاغٍ ليس له أي قيمة قانونية. ومن هذا يترتب كثير من الأمور، تترتب كثير من الأمور، كل القرارات التي اتخذت من قبل سواء من البرلمان أو من المؤتمر ليست لها قيمة إذا كانت تناقض ما توصل إليه الحوار. وبالتالي هذا الأمر الأول، لا أدخل في التفاصيل. الأمر الثاني وهو المهم جدا الذي يعطينا الأمل، أن القوى التي كانت تتدخل لتمنع وتعرقل عملية الحوار قد تم تحييدها، وأقصد بذلك مصر والإمارات بضغط من أمريكا ومن الدول الأوروبية ومن المملكة العربية السعودية. إذن هاتان النقطتان تجعل أن عملية الترتيبات الأمنية ستكون دون إشكال، لأن الذي سيعرقل هذه العمليات أو يحاول أن يفرض منطقه ورؤيته ليست له الشرعية القانونية أو المستند القانوني لأن يفرض شيئا أو يتبجح بشيء، وبالتالي كل الأمور ستدرس من البداية بين العسكريين من الطرفين. واضح، وترى بأن هذا هو مبعث التفاؤل الذي صدر عقب جولة جنيف. على كل، أعذرني فقط لأن الحلقة تقريبا انتهت، ربما أختم بسؤال أخير معك سيد معلا حول أن المؤتمر في أكثر من جولة، المؤتمر الوطني في أكثر من جولة كان يربط بين مشاركته واستجابة البعثة الأممية لمطالبه، كيف تقرأ تكرار هذا الموقف من المؤتمر؟ أكيد أن المؤتمر الحق أو الحقية في المطالبة باستجابة لطلباته، لأنه حسب المسودة الأخيرة للحوار الوطني، الحوار الوطني الليبي، وكأن كل الجولات السابقة لهذه المسودة لم تأخذ بعين الاعتبار، وكأن كل النقاشات التي وقعت ما بين أطراف الحوار وكأنها ذهبت هباء. يعني لذلك أعتقد أنه من شرعية المؤتمر أو من حقية المؤتمر أن يطالب جديا بكل قوة بأخذ بعين الاعتبار كل الأشياء التي دونت داخل الحوار والتي وافق عليها مبدئيا المنتظم الأممي، والتي كانت تنص على أن يكون هناك تناصف أو تقاسم معقول ومرضي بين الأطراف فيما يخص السلطة التشريعية. لذلك هذه المطالبات هي مطالبات محقة ومحقة جدا. وصلت الفكرة، وبها نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج العاشرة. نشكر ضيوفنا عبر سكايب من القاهرة المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي، وعبر سكايب أيضا ولكن من باريس الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل، وكان معنا عبر الهاتف من تونس الخبير الجيوستراتيجي غازي معلا. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، دمتم في أمان الله ورعايته.